وتفتكري ليه بقى انا ما اسمعش كلامها واسلمك ليها تسليم اهالي؟ عشان ليك مصلحه معايا. مصلحه ايه يا بت؟ الفلوس اللي انت بتهري فيها دي ما تجيش عشر تمن العربيه دي. امال انت عايز ايه؟ انا عايز اللي اهم من الفلوس، وساعتها هبقى عينيكي وانا اللي هحميكي. انت عبيط ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر اني خايفه من البتاعه اللي مشغلاك دي. لازم تعرف ان هي اللي لازم تخاف مني، وانا اللي هرجعها تشحن زي الاول. طب خدي نفسك يا حلوه عشان ما تزعليش. شغل البلطجه ده بقى ما بياكلش معايا، واللي تحت ايدي يوديها في داهيه وانت قبلها، وانا مش عايزه اشوف وشك تاني. تمام يا موزه. هاي منير، عملت ايداع للفلوس اللي انا اديتها لك النهارده الصبح؟ حصل يا مدام، وكمان ربطت وديعه الدولار. طب كويس. طب عملت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ موضوع ايه؟ البيوتي سنتر يا منير، في انت نسيت ولا ايه؟ تمام. طب يلا روح انت وخلص لي اللي انا قلت لك عليه. ماشي، بعد اذن حضرتك. اتفضل. ايه؟ يا تمام بيوتي سنتر ولا ايه؟ بفكر، عايز اعمل مشروع جنب المشروع بتاعنا. اشمعنى المشروع ده؟ ده شاية تزعل منك قوي. المفروض ان انا اللي ازعل. ليه؟ ايه اللي حصل؟ قصدتها في خدمه وبعتت لي معلومات كلها غلط. طب ما يمكن مش قصدها. ويمكن قصدها وبتحور. يمكن. عموما انا قررت اعمل المشروع ده. دي تمام. المشروع ده عند بقى؟ عند؟ لا والله ابدا. بصراحه لما رحت عندها ما اتبسطتش خالص. المكان قديم والمعدات قديمه والمكان كله كده ما فيهوش روح، وبصراحه اللي يروحوا مره ما يروحوش تاني. والله انا قلت لها كده برضه، بس هي كان رايها ان الناس يعني طالما جت وتعودت على المكان وحبيته كده يبقى ليه تغيره. وجهات نظر. المهم لو فكرت اعمل بيوتي سنتر هتساعدني؟ طبعا هساعدك، لان معظم الحاجات اللي عندها في البيوتي سنتر انا متفق عليها. حلو قوي، بس انا كده مش هعمل لك اي مشاكل معاها. لا لا، مشاكل ايه؟ مشاكل البيزنس، ملوش دعوه بالصحوبيه. خلاص اتفقنا. ها، ايه بقى اخبار الشغل الجديد؟ احكي لي. زي الفل. بكره وبعده هنصور شويه حاجات للسوشيال ميديا، دعايه يعني، شويه فيديوهات على شويه صور للمكان والمنتجات اللي عندنا عشان نزود البيع. حلو جدا. ده هو موضوع السوشيال ميديا ده هو اللي بياكل جدا مع الناس دي. انا بحب الست اللي تدخل في الموضوع على طول وما تضيعش وقت. انا ما بضيعش وقت. تشرب ايه صحيح؟